أهلا بكم إلى هذه الجولة لأخبار بلا سياسة، ولربما نبدأ في خضم دائما الأحداث. هذه المرة نبدأ من جوائز غرامي. فازت تايلور سويفت وبيلي إيليش بأرفع الألقاب في جوائز غرامي، وذلك في حفل جعل أيضا المغنية بيونسي أكثر الفنانات ألقابا في تاريخ المسابقة، وحصد ألبوم فولكلور لسويفت لقب ألبوم العام، لتصبح بذلك أول مغنية تفوز بلقب ألبوم العام 3 مرات متتالية. أما بيونسي فقد فازت بأربع جوائز، ليصل مجموع جوائزها في المسابقة إلى 28 جائزة. طبعاً Now I'm all grown up and nothing has changed. Yeah, it's still the same. It's a hard life. Turn pages all the time. I don't like where I'm at. 34 was bad, so I just turned 35. فيروس كورونا لن يوقف العالم. إلى خبرنا الآخر، اختلف هذا العام لمحبي فن الكيبوب بعد ترشح فرقة BTS لحفل جوائز الجرامي، أيضا ما شكل إضافة تاريخية لصناعة الكيبوب، وإلا أن الفرقة لم تفز بأفضل ثنائي بوب أو أداء جماعي ضد ليدي غاغا وأريانا غراندي لأغنيتهم المنفردة Rain on Me. أنهم قاموا بأداء أغنيتهم المنفردة باللغة الإنجليزية من داينامايت كوريا الجنوبية في ختام طبعا العرض لجوائز غرامي. الله يسامحك يا أشواق. احتفل عازف التشيلو الأمريكي الشهير يويو ما بتلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، محولا 15 دقيقة يفترض أن يبقى فيها تحت الملاحظة بعد أن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح، إلى احتفال عزف خلاله على التشيلو للآخرين الذين ينتظرون دورهم في التطعيم. العازف ذو الأصل الصيني المشهور عالميا حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في ولاية ماساتشوستس. جميل. استقبلت إحدى صالات السينما في باريس الجمهور فيما وصفته بالعروض الاختبارية احتجاجا على إغلاق الأماكن الثقافية لمدة عام كامل. وقال القيمون على السينما أن عروض الاختبار هذه قانونية من الناحية الفنية، وتسمح لمحترفي السينما بجمع الآراء حول أفلامهم، وتم منح الجمهور تذاكر مجانية. المئات من المتسلقين سيعودون إلى جبل إيفرست في النيبال للمرة الأولى في الشهر المقبل في ظل ظروف صارمة، مع إعادة افتتاح أعلى قمم العالم بعد عام من إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا. فمن المرجح أن يحاول أكثر من 300 متسلق أجنبي تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في ذروة الموسم، موسم التسلق الذي يبدأ في أبريل. يلا إنفلونزا ولا كورونا، إلى الفاصل ونعود إلى صباح العربية. أترككم مع هذه اللقطات.